بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. كراهية الانحناء عرفت؟ هذا فيه كراهية. والمعانقة؟ لا لا، والمعانقة القادم من السفر وكراهية، الكراهية جت في الانحناء فقط. يقول عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. هذه مصافحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. يا سلام. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. يا سلام. هذا الحديث اللي أنا بصله أبي كل واحد يسلم على الثاني إن شاء الله نربيه. لا مشغولين الحين. سلم 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 على منير.